السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها إعلان ترشح محمد القزواني وترقب إعلان المعارضة لمرشحها الموحد المحتمل. معي لمناقشة هذا الموضوع محمد البشير واللساس، أستاذ بجامعة ستراسبورغ بفرنسا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. شكرا لك على قبول الدعوة والحضور معنا لنقاش هذا الموضوع الهام. بداية، لماذا برأيك وزير الدفاع مرشحا للرئاسة؟ هل هو مرشح أم هو مترشح؟ بداية أشكركم على هذه السانحة، وأعتقد أن الجواب واضحا، هو مترشح وشخصية موريتانية فذة، متميزة بتجربتها، متميزة بصفاتها، بخدمتها التي خدمت بها، تراكمية الخدمة التي خدمها في صلب الدولة الموريتانية، وبالتالي فهو يعني مترشح من صميم الدولة الموريتانية، خدم الدولة الموريتانية طيلة مشواره المتميز من أعلى المستويات، تدرج بأهم مؤسسة وهي المؤسسة العسكرية والأمنية، أدار ملفات في غاية الحساسية، وبرهن على حكمته وحنكته وحسه الجيوستراتيجي ومعرفته الدقيقة بالمجتمع الموريتاني وبمعاملات المعادلة التي تخص تموقع الدولة الموريتانية في المنطقة، وهذا في حد ذاته مهم جدا في البروفيل أو الخصائص التي يجب أن يتحلى بها أي مترشح يريد أن يصل إلى قيادة أي دولة. إذا تقولون بأنه مترشح وليس مرشحا؟ أولا، هذه الجدلية ليست ذات بال، ليست أهمية. هي لابد أن تكون ذات بال. رجل كان في موجود في النظام، ولابد أنكم تابعتم كما تابعتنا جميعا ما تداولت في بعض وسائل الإعلام سابقا قبل إعلانه ترشحه بشكل رسمي، تداولت أنه مرشح للنظام، وربما رئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية قال أيضا أو أشار بأنه محمد القزواني وزير الدفاع بأنه أيضا هو مرشح النظام. إذن هو مرشح وليس مترشح، كيف نفكك هذه الجزئية؟ لا، هو كينونة مستقلة، رجل أكبر من الأحزاب، رجل يريد أن يكون مترشحا كما أعلن في. ماذا تعني بأكبر من الأحزاب؟ أكبر من الأحزاب بمعنى أنه يقدم نفسه كمترشح لقيادة الدولة الموريتانية، وليس منحصرا في حزب واحد أو في مؤسسة واحدة، هو ليس منحصرا، لا تماما كما ذكر وبدقة، ليس منحصرا في تمثيل المؤسسة العسكرية، رغم أنه قاد هذه المؤسسة لسنوات وقدم خدمات جلة للدولة الموريتانية عبر حكمته وحنكته وإدارته للملفات الحساسة التي أشرت إليها آنفا، لكنه يترشح بصفته مواطن موريتاني مؤهل للماجستراتير سيبريم، أي القيادة العليا، وبالتالي يجب أن يكون واضحا للمشاهدين. والقيادة العليا أيضا هي دفعت به لهذا الترشح. القيادة العليا آزرت هذه الإرادة، هناك تلاقي للإرادات. الإرادة الأولى الصميمية النابعة منه هو كشخص بحكم خبرته وبحكم ما يستشعره من مؤهلات لقيادة سفينة الدولة الموريتانية إلى آفاق أرحب، وبالمناسبة كان في غاية الحكمة عندما أشار بأنه يعني ينخرط في تكاملية، يعني أنه الرؤساء الذين سبقوه كل منهم قدم لبنة في صرح الدولة الموريتانية، وبأنه لا يوجد هناك رئيس بالمطلق له نجاحات بالمطلق، وإنما هناك اجتهادات، وهذا يدل على حكمته كشخص، يدل على تواضعه، يدل على روحه الإيجابية، لأنه يريد أن يبني مع الآخرين، ويريد أن ينخرط في بناء تكاملي. لكن بهذا الطرح، عذر على المقاطعة، كأنه هو الشخص المنفرد بكل هذه الميزات من بين كل الخبرات التي يتم الحديث عنها، وأنها عملت مع النظام سابقا وأدارت ملفات حساسة سواء سياسية أو غيرها. لم يقل أحد بذلك، لم يقل أحد، بالعكس، بل تجلى واضحا من خلال خطابه بأنه شخص مؤمن بتنوع الكفاءات، قال بأنه معتز بموريتانيا المتعددة الكفاءات، المتعددة الأعراق، المتعددة الثقافات، وهو يعني بكاريزماته وبخبرته يقود. يعني نحن لم يقل أحد بأنه هناك مترشحون آخرون، لكن نحن نؤمن
في الموريتانيين الديمقراطيين الذين أعتبر نفسي واحدا منهم، أؤمن بأنه الشخص الأكفأ لضمان الاستمرارية المؤسسية بحكم خبرته وبحكم أيضا يعني تجربته التي راكمها من أعلى المستويات في أهم مؤسسة بالدولة الموريتانية، أهم مؤسسة سيادية. طيب، هناك لعبة سياسية ليست من المستوى البساطة اللي يتم فهمها بكل سهولة. هل يمكن اعتبار أنه هو المرشح الوحيد للأغلبية أم أن هناك مرشحين آخرين؟ هو المرشح الإجماعي، هو المرشح الإجماعي الذي يمثل كينونة الأغلبية الحاكمة. هناك سيناريو كان يريد البعض أن يتداوله، ويريد البعض من خلاله أن يفكك الصفوف في الأغلبية، لكن الحمد لله تم تجاوز هذه المسألة، وتجلى ذلك واضحا من خلال المؤتمر الأخير، أن هناك ليس هناك سيناريو تشتيت الولاء في العائلة، العائلة السياسية التي تتكون منها الأغلبية الرئاسية والأغلبية الحاكمة إن صح التعبير، مرشحها الوحيد والأوحد والأكفأ والذي يمثلها ويمثل تفكيرها ويمثل ثوابتها ويضمن استمراريتها المؤسسية، وقادر على تلبية تطلعات الشعب الموريتاني نحو المزيد من الأمن والمزيد من الاستقرار والمزيد من تحقيق النجاحات في المستقبل القريب، والتسيير الأفضل للموارد المنتظرة بإذن الله تعالى من المكتشفات الأخيرة. كل هذه المؤشرات تدل على أن المرشح الأوحد في تاريخ الإجماعي، المرشح الإجماعي للأغلبية، حتى أقول لك يعني حتى هذه أغنية بأنه هناك تيارات متعددة، هناك مرشح واحد للأغلبية الحاكمة الرئاسية والذي يمثلها وتمثله. لكن لا يمكن أن نفصل هذا عن سياقه التاريخي. هو السيد محمد تاريخيا للانتخابات الموريتانية في إطار المناورات والدفع بمترشحين، كانت دائما الأغلبية أو الأنظمة إن صح التعبير تدفع بأكثر من مترشح واحد لمناورة سياسية. شوف، المعادلة صعبة شيئا ما، لأنه في الطرف الآخر هناك أنومالي، حالة غريبة، لأنها أتت بشخص ليس من المعارضة، ليس من حوزة المعارضة كمؤسسة أو كعائلة سياسية، وإنما قادم إليها حديثا. يعني لم يكن معروفا انه مارس العمل المعارض، رجل من النظام القديم. هذا فيما يخص المعارضه سنتي عليه، يعني لكن ما زلنا في الجانب الاخر. جميل، ولكن حتى تفهم القصه بانه يفهم ايضا المشاهد بانه ليس من مصلحه الاغلبيه الحاكمه تشتيت الولاء. ربما كان هناك اطراف من المعارضه يراهنون على هذه النقطة حتى تتشتت. هذا ما ينبغي، نحن نتحدث عن ما يجري تحديدا. هل يمكن أن تدفع الأغلبية بمرشح وحيد، خاصة أن في التاريخ الموريتاني دائما ما تدفع الأغلبية بأكثر من مترشح؟ شوف، تعدد الترشحات من جهة الأغلبية ليس قدرا مقدورا، هي المعطيات والمعادلة، معطيات المعادلة المتجددة المتحينة التي تحين هي التي تفرض الدفع بعدة مترشحين أم لا. نحن الآن أمام مشهد حسب معطياته، إذا كان وهذا ما نوده المرشح الإجماعي هو المرشح الوحيد للأغلبية الحاكمة، بالتأكيد أغلب التوقعات، أغلب السيناريوهات تشير إلى أنه سيفوز في الشوط الأول. أما إذا حصل لا قدر الله نوع من التشرذم، وذلك يلعب عليه البعض بحكم عدة أشياء يعني لا نريد أن نخوض فيها، فقد يؤدي هذا إلى لماذا تسميه بالتشرذم؟ لا يمكن أن يكون تباين في وجهات النظر وخيارات أخرى متعددة. لا أبالغ، لا تذهب بعيدا بالصفة التي الصفة، فقط من منطلق تحليلي أخشى أن يؤول إلى نوع من التشرذم، لهذا وصفت الكلمة بالتشرذم. أنا الذي يترى لي هو أن الأغلبية الحاكمة متسقة بوضعيتها الحالية، التفت وراء الخطاب التوافقي، الخطاب الذي ينم عن أريحية وعن إيجابية، والذي تجلى في خطاب الترشيح، إعلان الترشح من طرف معالي وزير الدفاع الوطني سيد محمد الشيخ محمد عبد الغزواني، وبالتالي أي دخول مرشح آخر قد من حيث الأغلبية، يعني قد يكون هناك مترشحون مستقلون، لكن بهذا المنطق كأننا نتحدث منطق نوعا ما
اسمح لي وربما يمكن أن يصف البعض بأنه طرح طباوي إلى حد ما، وكأن هذه الأغلبية هي تتوجه طبقا لقناعاتها وما تقتنع به، وعلى هذا الأساس تلتف حول مرشحيها، بينما كنا في السابق قبل إعلان الترشح كان هناك دفع نحو مأمورية ثالثة، وكانت خطابات أخرى ومواقف أخرى أعلن عنها البعض بأنها قناعاته وأن مصلحة البلد هو في التوجه إلى مأمورية ثالثة. اليوم تغير الطرح، يعني هل نحن أمام قناعة حقيقية بالالتفاف أم هي بحث عن مصالح؟ شوف، هناك لا يمكنك أن تضع جميع السياسيين في كيس واحد. تتكلم مع شخص مؤمن بالسيادية الوطنية ومؤمن بالقيم الديمقراطية، ولعلك تعرف جيدا أنني كنت من الذين بيّنوا بشكل واضح موقفهم من ضرورة احترام دستور موريتانيا. نحن نتكلم عن حالة عامة، وبالتالي هناك قلة، هذه القلة يعني بطبيعة الحال يعني لا توجد قاعدة سياسية على قلب رجل واحد في الرؤية، لكن هناك إيمان هو الذي يجمعنا، إيمان بضرورة الحفاظ على المصالح العليا للدولة الموريتانية. المصالح العليا للدولة الموريتانية تقتضي الالتفاف وراء مرشح الإجماع الوطني سيد معالي وزير الدفاع. طيب اسمح لي أن أتوقف عند خطاب الرجل الذي تحدث عنه والذي بنى عليه كثير من المحللين وحتى من المهتمين بالشأن السياسي، وأوله عدة تأويلات وحللوه على مختلف يعني النقاط وبتباين كبير. برأيك ما هي أهم الرسائل التي حملها خطاب المترشح محمد ولي الشيخ محمد أحمد؟ الرسالة الأولى والمهمة جدا هي التشبث القوي بالوحدة الوطنية. هو رجل إجماعي، سيتانوم كيراسامل، هو رجل يجمع ويوسع الدائرة بما يخدم لم شمل الموريتانيين نحو تحقيق الأهداف التي يتوقون إليها. وأهم هذه الأهداف هي أن تكون موريتانيا في العشر القادمة دولة قوية، دولة ذات سيادة، دولة يحترمها العالم. ومما ميز خطابه كثيرا التأكيد على أنه يبني على ما سبقه الآخرون، لكنه يجدد أيضا سبق به الآخرون بطبيعة الحال، يعني هذا شيء إيجابي جدا. للأسف شديد هناك بعض السياسيين عدمي يظن بأنه كل شيء كان هناك، لم يكن هناك شيء، وكأن الدولة الموريتانية كانت، حتى موريتانيا ككينونة كانت موجودة حتى قبل 1960، كان هناك حضارة وكان هناك تاريخ، كان هناك يعني هذه الأشياء. نحن نحتاج إلى هذه الرؤية التي تجلت في خطاب المترشح الإجماعي، لأنها تؤمن بأن هناك تراكم، هناك بناء مستمر. لا ننكر ما قام به السابقون، لكننا نبني عليه ونجدد بكل ما أتينا من قوة من أجل أن يسعد الشعب الموريتاني ومن أجل أن تتحقق التطلعات التي نتوق إليها في أقرب وقت ممكن. هذا برأيك هي أهم النقاط التي مررها الرجل من خلال الرسائل التي التشبث القوي بالوحدة الوطنية، احترام تنوع الدولة الموريتانية، تنوع روافد هويتها، هذا أكد عليه. أكد أيضا على نقطة مهمة وهي أنه سيقوم بحكم تربيته وبحكم ما يمتاز به من معرفة بخصوصية المجتمع الموريتاني وبالدولة الموريتانية في أعماقها، أنه سيقوم بإصلاحات قوية في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال التعليمي. وقد لفت انتباهي التركيز جدا على القطاع التعليمي، لأنه كما تعلم إذا صلح التعليم في الدول أو المدرسة الجمهورية في الدول بمثابة القلب، إذا صلح الجسد. لكن كل هذا فسد الجسد كله. كل هذا يبعث على السؤال وربما طرحه البعض، ما الذي يختلف في خطاب المترشح محمد ولي الشيخ محمد أحمد عن خطابات الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولي عبد العزيز في بداياته، وأهم المرتكزات التي كان ينبني عليها خطاب الرئيس الحالي؟ لكن اسمح لي أن أسمع عنك الجواب لكن بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، تكرموا بالبقاء معنا. Thank you.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقه المشهد لهذا المساء، والتي نناقش فيها ترشح او اعلان ترشح محمد الغزواني وترقب اعلان المعارضه لمرشح الموحد. معي مناقشه هذا الموضوع محمد البشير والاستاذ استاذ بجامعه ستراسبورغ. اهلا وسهلا بكم مره أهلاً اخرى. كان سؤالي قبل الفاصل هو ما الذي يختلف في خطاب المترشح محمد الغزواني عن الخطابات السابقه في البدايه للرئيس الحالي محمد عبد العزيز؟ كما قلت لك، اولا هناك منهجية جديدة تلوح في الأفق. هذه المنهجية الجديدة يعني هي أن تعترف للآخر بأنه ساهم في وضع لبنى ببناء صرح الدولة الموريتانية. هذه نقطة في غاية الأهمية. نحن نحتاج إلى هذه الروح الإيجابية، نحتاج إلى أن لا نكون أعوذ بالله من حال كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذا لا ينبغي. نحن ينبغي نحتاج إلى هذه الروح التي تجلت بشكل واضح في خطاب المترشح الإجماعي سيد محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني، والتي تنم عن أنه سيكون رئيسا لكل الموريتانيين، رئيس مؤمن بأن قوة موريتانيا، بأن قوة سيكون رئيس لكل الموريتانيين، اهتم بالصحة واهتم بالتعليم. جميل جميل جميل. وبالوحدة الوطنية أيضا. وبالمناسبة السيد محمد بن عبد العزيز قدم الكثير للدولة الموريتانية، وهذا شيء لا ينبغي أن ينكره أي موريتاني موضوعي. قدم الكثير. إذن التقيا. نحن الآن نتحدث في قناة خاصة. هاي قنوات الخاصة من بركات إن صح التعبير أو من إنجازات التي تحسب للعشرية السابقة، العشرية التي ما زالت سائرة بطبيعة الحال، يعني في عهد محمد عبد العزيز. لم تكن موجودة من قبل. كان هناك الارتيكل 11. كان هناك الارتيكل 11 في عهد معاوية والسنة الثانية. دائما حتى الصحف توقف. إذن الرجلانية التقيانية في نفس تكن النقاط. التكنولوجيا هي التي تعيق عدم تحرير الفضاء السمعي البصري. هذه نقطة إيجابية. لكن يلتقي لا. صحيح أم لا؟ فعلا هذا صحيح. لكن هل يلتقي الرجلان في نفس النقاط؟ هو تحدث أشرت إليه عن التعليم، حول الصحة، حول موريتانيا جامعة، رئيس لجميع الموريتانيا. هذا ما تحدث عنه عبد العزيز في بداياته وظل يكرره إلى المرحلة الحالية. شوف، نعم، هو المعطيات، كل مترشح بطبيعة الحال سيتحدث عن إرادة قوية في تحسين ما يمكن تحسينه، وبطبيعة الحال هناك أشياء تتغير، هناك معطيات تدخل على تطفو على السطح وتمنع من تحقيق بعض الوعود. سيد محمد، سيد مرشحنا مرشح الإجماعي من نفس العائلة السياسية لرئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز، وينبغي على الجميع. هنا تتحدث بمنطق موقف أم بمنطق تحليلي؟ بمنطق تحليلي، بمنطق العائلة السياسية. أنا أعتز بأنني جزء من هذه العائلة السياسية، العائلة السياسية السيادية المعتزة بمصلحة موريتانيا، العائلة السيادية التي يمثلها رئيس الجمهورية ويمثلها المترشح الإجماعي سيد محمد. طيب إذا ما الذي تميز به الشيخ محمد والشيخ محمد أحمد عن محمد عبد العزيز في خطابه؟ المسألة ليست مسألة تميز من عدمه، المسألة أن السيد محمد رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز ليس مترشحا، بالتالي نحن لا ينبغي أن نقارن بين، نحن الذي ينبغي أن نقارنه هو الخطاب بين المترشحين. فالسؤال بحد ذاته نحن قارنا خطاب، نحن ناقشنا خطاب محمد عبد العزيز في بداياته والترشح، والنقاط التي كان يتحدث عنها هي أيضا نقاط تجلت في خطاب المترشح. لا، ليس بنفس الطريقة. حول التعليم وحول الصحة وحول لجميع سوف تسمع جميع المترشحين، جميع المترشحين سيتحدثون عن نيتهم في إصلاح التعليم وفي إصلاح الاقتصاد وفي إصلاح الجانب الاجتماعي وما إلى ذلك. أولا وقبل كل شيء، الذي ينبغي أن يميز بين المترشحين هو قوة المقترحات العملية، وهذا سيتجلى أكثر في الأيام القادمة. مرشحنا المرشح الإجماعي سيبين أكثر، وقد ذكرها في خطابه أنه سيعود بتفصيل أكثر إلى النقاط التي تحتاج تفصيل. أنتم تستعجلون إن صح التعبير، اسمح لي أن أقولها لك، لأن ما حصل لحد الآن. لكن أنتم تحللون. لا، نحلل. التحليل أيضا هو مسألة استباقية. نعم، لذلك تلاحظ أنني لا أريد أن أخوض في تحليلات قبل أن تتوفر المعطيات كلها المتعلقة بالبرنامج الانتخابي الذي حصل، هو إعلان الترشح. إعلان الترشح، ومرشحنا مرشح الإجماعي قال بأنه سيعود بتفصيل أكثر
على النقاط التي تحدث عنها، لكن ما تجلى بشكل واضح هو تركيزه على القيم التي تتحلى بها عائلتنا السياسية، التي تتحلى بها العائلات الموريتانية المحافظة المعتزة بقيمها، وذكر كذكره لقيمة العهد والوفاء، وهذا شيء نحتاجه في القطاع السياسي أو في الحقل السياسي، لأنه للأسف الشديد الموريتانيون بدأوا يملون من عدم احترام السياسيين للمنظومة الأخلاقية، والذي تجلى بشكل واضح المنظومة السياسية بشكل عام، المعارضة ونظام المعارضة أحيانا تعرف ما بها من ضعف الخطاب وجموديته. طيب سنأتي على المعارضة، لكن برأيك وبالتالي هل الخطاب السياسي يمثل معيارا لدى الناخب الموريتاني؟ لدى 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 الانفلونسير ان صح التعبير او المؤثرين. شوف الناخب الموريتاني مستويات، هناك المؤثرين اجتماعيا، المؤثرين فكريا ويسحبون معهم القاطره، المؤثرين اي الناس المتعلمين الفاهمين القادرين على يعني بناء مواقفهم على اساس عقلاني ولو في الحدود الدنيا، هؤلاء يتفاعلون مع الخطاب. وكأنك تشير إلى نخبة سياسية واعية تماماً. وهي تنقاد للخطابات السياسية وتبحث عن هناك توجد هناك، لا ينبغي أن نكون أيضا نحن لا نحن نتحدث بالمنطق أيضا. أنا أطرح التساؤل ليس لي، أطرح بالمنطق، نحن ننطلق من المنطق لكي نكون واقعيين. نعم توجد في موريتانيا نخبة منطقية، توجد كما في كل الدول، لكن الأمور تبقى نسبية بطبيعة الحال. هذه النخبة أو هذه، أنا لا أحب كثيرا مصطلح النخبة، لكن الناس المتبصرين إن صح التعبير، المتعلمين القارئين، هؤلاء يتأثرون بطبيعة الحال بالمعطيات، يتأثرون بالمقترحات العملية الجانب الانتخابي، والمقترحات العملية هي التي تمكنهم أيضا من بناء الخطاب الذي من خلاله يعطون التفسيرات. والإنسان أيا كان يحتاج إلى وقود فكري، يحتاج إلى نوع من الإقناع، يحتاج إلى بعض الجذوات أو الإنارات الفكرية لكي يكون متثبتا من موقفه، وهذا سيتضح أكثر. كما قلت لك يعني خطاب المترشح الإجماعي كان قويا من حيث التركيز على تراكمية البناء التنموي، كان قويا من حيث التذكير بأهمية تخليق العمل السياسي، وتجلى ذلك عن طريق ذكره مثلا لقيمة العهد والوفاء. طيب وهذا شيء، اسمح لي ان انتقل الى جزئيه اخرى يطرحها البعض وهي دعم الحفاظ على المنظومه السياسيه. اعذرني على المقاطعه، لكن نعم. اسمح لي ان انتقل الى هذه الجزئيه وطرحها البعض حول دعم الحزب الحاكم لترشح محمد القزواني والطريقه التي تم بها، يعتبر البعض ان البعض انها جعلت البعض الاخر او جعلتهم يقولون ان المؤتمر انعقد فقط لدعم المترشح محمد القزواني، حيث انه سيظل مفتوحا الى ما بعد الرئاسيات. المؤتمر كان مبرمجا قبل إعلان الترشح، ومؤتمر عادي كان مبرمجا، كانت هناك لجنة تحيين، كانت هناك لجنة تحديد، كان منتظرا، وكان يندرج في إطار مقاربة لمؤسسة الحزب الحاكم، وهذا كان لي شرف الحديث فيه مع رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز، ورجل دولة، رجل مؤمن بأن الأحزاب ينبغي أن الأحزاب الحاكمة ينبغي أن لا تموت بانتهاء مأمورية مؤسسها، وإنما تستمر لتصنع الرجال، تصنع القادة، لأن الذي يجمع بين الرجال هو الفكر، الذي يجمع بين الذي يبقى أيضا بعد الرجال هو الفكر والقيم التي يزرعها الرجال أيضا وتنتقل جيلا بعد جيل. طيب لماذا لم يأتي مرشح من خلال هذا الحزب؟ لماذا لم يأتي الترشيح محمد القزواني من داخل الحزب؟ بدلا ان يكتفي حزب بهذا الحجم وكان يؤسس على كون له منهجيه وله مشروع مستقبلي، واسس لموريتانيا القويه وموريتانيا دوله القانون والمؤسسات، موريتانيا التنمويه وموريتانيا المعززه والى غيره من الامور التي يتم استخدامها في المرحله الحاليه والمرحله السابقه بشكل اكثر، لماذا لا ياتي الترشيح من داخل حزب الاتحاد لنهج الجمهوريه بدل الاكتفاء بهذا الحجم؟ الحزب الذي كان يقدم بهذا الحجم، انا اكون واقعيا معك، كان يقدم بهذا الحجم ويختصر في مساله عقد مؤتمر ثم اعلان دعم مترشح. شوف قلت لك قبل قليل ان المرشح الاجماعي هو مرشح لكل الموريتانيين، وبانه اكبر من عائله سياسيه، رغم اهميه العائله السياسيه التي نتحدث عنها وهي الاتحاد من اجل الجمهوريه، اكبر حزب حاكم في موريتانيا حاليا بحسب كل المؤشرات وبحسب منطوق الرابور دي فورس، معادله القوى، هو الحزب الاقوى.
على الخارطة السياسية المحلية. لكن عمليا وسياسيا أي مترشح رئاسي يتوق بأنه يعني يجمع كل الموريتانيين، وبالتالي يتقدم للموريتانيين من خارج العائلة السياسية الضيقة لكي يكون رئيسا لكل الموريتانيين، وهذا شيء مفخرة لنا جميعا، وهذا شيء كان واضحا. هذا بالنسبة للمترشح، لكن بالنسبة بعد ذلك أتى الحزب دعم هذا الترشح، وهذا هو السيناريو الطبيعي، هذا هو السيناريو الأقرب للمنطق، لأنه لو ترشح عن طريق الحزب، لو كان الحزب هو الذي يرشح. طيب ما مستقبل الحزب في ظل ما جرى؟ اسمح لي حتى تكون هذه النقطة واضحة. سيقول البعض بأنه هذا يخص فقط الاتحاديين ولا يخص الموريتانيين الآخرين، وهذا يكون اختلال سياسي بالمنطق السياسي. تفهمني؟ أيضا عدم ترشحه من داخل الحزب يعتبر أنه ليس استمرارا للمشروع الذي يقول البعض من مناصري عبد العزيز أنه المشروع الذي أسسه محمد عبد العزيز. ليس هو، هو ليس استمرارا لمشروع محمد العبد. هناك تجديد، هناك تجديد، هو كينونة مستقلة لكنها لكن كما مستقلة عن المشروع، مشروع الرئيس الحالي، تلتقي معه، نابعة منه، وفي نفس الوقت منفتحة على التنويع والتجديد المنهجي، وهذا هو الشيء الطبيعي. طيب ما مستقبل الحزب وهذا هو الشيء الطبيعي. حتى رئيس الجمهورية لا يرضى بأن يكون خلفه الذي أن يكون طيب النسخة طبق الأصل. نحن نحتاج إلى التجديد المنهجي، وهذا التجديد المنهجي هو الذي تبنى به الدول، والرجلان واعيان لهذه الحقيقة. فهمت كيف؟ طيب إذا ما هو مستقبل حزب الاتحاد نشر الجمهورية برأيك؟ هل سيبقى حزب السلطة في المرحلة المقبلة؟ تماما ما نتوق إليه. أنا لست ناطقا باسم حزب نحن ننتظر تحليلك حول هذا الموضوع، لكن بتصوري ورغم أنني لا أمتلك الحقيقة المطلقة ولا أدعيها وما أتوق إليه أيضا حتى لا تكون المسألة فقط objectivity avec une part de subjectivity كما يقال، هو أن يبقى حزبا مؤسسيا ينتج القادة، ينقل الأفكار جيلا بعد جيل وفق ذوابت قوية هي ثابت الإسلام المعتدل، ثابت التناوب الديمقراطي، الإيمان بالديمقراطية كخيار استراتيجي لاستقرار الدولة الموريتانية، ويؤمن أيضا بالعدالة الاجتماعية، وهذه نقاط في حد ذاتها تميز الثوابت التي ينبني عليها فكر عائلتنا السياسية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. طيب كان بودي أن أطرح جملة من الأسئلة حول أيضا مشروع حول عفوا المرشح الموحد المحتمل للمعارضة، لكن لضيق الوقت لكن اسمح لي نسأل هذا السؤال. برأيك ما هي الأسباب في تأخير إعلان مرشح موحد من داخل المعارضة؟ وبرأيكم هل سيأتي هذا المرشح من داخل المعارضة أم سيأتي من خارجها؟ السبب الأساسي من ناحية هو تكتيكي لمعرفة كيف تنجلي يعني خيوط اللعبة أكثر لديهم. لكن من الأمور التي عرقلت أيضا الاتفاق بشكل سريع من وجهة نظر المراقب تحليليا إن صح التعبير، هو عدم هو إن صح التعبير يعني عدم انسجامية الأطراف المشكلة لهذا الكشكول الذي يسمى المعارضة، الذي يسميه المعارضة الكلاسيكية. لأنه هناك ما الذي يجمع مثلا فكريا بين يساريين يساري حزب والمولود وحزب تواصل الأقرب لليمينية المحافظة فكريا سياسيا، أحلل من الناحية السياسية، لا شيء يجمعهم، لا شيء يجمع أيضا مع حزب تكتل من ناحية سياسية الأقرب للعضو في الاشتراكية الدولية. فهمت؟ هناك من حيث التفكير العلوي صح التعبير، لا أتكلم من حيث المصلحة الضيقة، فبطبيعة الحال أن تكون أن تمر المفاوضات بصعوبات جمة لأنه لا شيء يجمعهم فكريا. فهمت كيف؟ لكن لا يمكن. والنقطة الثانية، النقطة الثانية أيضا التي عرقلت المسألة لم تبقى هي إتيانهم بشخص من خارج المعارضة المعهودة، وهو شخص كان يخدم إلى أيام قريبة ضمن النظام محمد النظام الحالي، ضمن النظام الحالي، وكان قبل ذلك أيضا يعني وزيرا أولا في عهد الرئيس السابق معاوية والسيد أحمد الطائي. إذن محمد البشير، عذرا على نهاية الوقت، محمد البشير والأساس أستاذ بجامعة ستراسبورغ بفرنسا، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم، والمهم أن تنجح موريتانيا وتبقى دولة آمنة مزدهرة. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الحلقة من برنامج المشهد، إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى.
تقبلوا أطيب المنى. السلام عليكم.